يا بني إنك تعيش اليوم لحظات حاسمة. المملكة، النفط، مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. نعم يا أبي، وأنا أستطيع أن أعتمد عليك. نعم يا أبي. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنه يا أبي؟ دون أن أجد أي دليل لذلك. انظر يا أبي، لقد صدق الفرنسيون بقولهم ألا تودن غامب. هذا سيشير منفيس.